المحلية متابعة لأخبارنا. إذن افتتحت جامعة البليدة واحد سعد دحلب الأسبوع الدبلوماسي للمناخ بحضور أكثر من 10 سفراء لدول الاتحاد الأوروبي بالجزائر. هذه المبادرة التي فتحت المجال أمام الأكاديميين والمختصين للنقاش حول تقديم إحصائيات حول التغييرات المناخية وتهديداتها التي تضرب العالم في مختلف أنحائه. والتغطية كانت لأحمد قارة. Votre présence à cette importante rencontre témoigne des inondations ayant causé des morts d'hommes et de nombreux dégâts. Et avant-hier, le centre du Sahara, projet de lutte contre ces changements climatiques. المناخ الآن أصبح عامل فعال في السياسة الدولية. لماذا؟ لأن المناخ التأثيرات المناخية مست العالم كله. مست العالم كله وأصبح أي حاجة يعني توقع في دولة إلا وتقيس دولة أخرى، والشيء اللي راهو صاير في العالم اليوم من جراء لي غازا ايفي سير هذو تسببت فيها الصناعة واللي عرفتها الدول الغربية بصفة عامة. احنا قلنا لهم باللي الجزائر ليست دولة ملوثة. الهدف من هذا اللقاء هو ما تعرفوا درك راهو تحولات كبيرة في المناخ. أوروبا مثلا في أوروبا يعني لونور دو لوروب وقعت يعني في العام هذا اون سيشريس يعني كبيرة، ولكن لاحظتوا لي واش واقع في الجزائر حاليا يعني الفيضانات هذه الكبيرة فيها حتى أموات، وشفتوا العام اللي فات يعني كانت ثلوج كثيفة طاحت في الصحراء. هذا يعني يدل على باللي المناخ يتحول. أريد التعبير شكري الخالص للرئيس جامعة البليدة للدعوة لهذا الندوة مهم، وكان كانت مناقشات تثير بالاهتمام، ومن الواضح أنه في الجزائر إمكانيات Comme j'ai souligné dans mon petit discours, la Suède et l'Algérie partagent ce défi des incendies de forêt. Et on a vu pas mal d'incendies cet été en Suède et ça a encore une fois souligné l'importance de travailler pour faire face à ce défi.